السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتواجدوا الآن بجماعة شلالات عمالة المحمدية. عندنا واحد الحالة من الحالات النادرة اللي كتوقع واللي غير معتادة في المجتمع المغربي، حالة اعتداء بسلاح أبيض، نقوله بهذا المفهوم وبالعامية بزيزوار رازوار. المشكل هو من استعمل هذا الزيزوار هي قاصر حوالي 15 سنة، كتضرب هذه الطفلة هذه في الوجه ديالها ضربة خطيرة، مما استدعات النقل ديالها للمستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، اللي خيطوا لها هذيك الضربة واحد الخياطة يعني مستعجلة، مما أدى إلى مضاعفات أخرى، وتم نقلها المستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، داروا لها إعادة ديال الخياطة من جديد. المشكل ماشي في الخياطة، ماشي في سميتو، المشكل وهو هاد السؤال اللي غادي نطرحوه: كيف يعقل على أن مدارسنا وصلوا لهاد الحالة هذه؟ كيف يعقل على أن الإجرام يوقع بهذه البشاعة وبهذا الشكل، ومن عند من؟ من عند قاصر 15 سنة وكتمارس الاعتداء على زميلة ديالها في القسم ديالها لمجرد مناوشات كلامية عبر الواتساب، هذاك الواتساب اللي حاطينه من أجل الدراسة ملي جات كورونا ولا التعليم فيه الواتساب، بقات مستمرة هذيك المجموعة ديال الواتساب من أجل التعليم ليس من أجل المشادات الكلامية. وقع نبين المصابة والمعتدية مناوشة في الكلام، المصابة ما انتبهاتش، ما داتهاش في لدرجة أنها ما قراتش هذوك الأوديوات، حتى كتفاجأ لغد ليه بما حدث لها من طرف المعتدية بزيزوار. سؤال مطروح: المؤسسة التعليمية كتعلمنا الأخلاق، المبادئ، التعليم، الثقافة، ولا تعلمنا الإجرام. هنا بدأت مرحلة الإجرام كتظهر. في من كتظهر؟ كتظهر في وحدة قاصر. أعزائنا المشاهدين، ما غاديش نطولوا بزاف، وغادي نتوجهوا لعند الأم المكلومة، الأم اللي كتشوف الفريد ديال الكبدة ديالها مصابة بجرح عميق، جرح خطير، جرح استدعى أنها تكون ضحية ديال تشويه ديال الوجه ديالها من طرف الزميلة ديالها واللي هي قاصر. السلام عليكم لالا. عليكم السلام. سمية لالا. فاطمة قاطي. فاطمة قاطي. لالا فاطمة. نعم سيدي. تفاجأتي بما أصيبت به الإبنة ديالك، وللأسف الشديد ما كانش شي حاجة اللي هي سهلة، راه ضربت على المستوى ديال الوجه ديالها وما سبب لها واحد التشويه في الوجه ديالها. كيفاش تقبلتي هذا الخبر؟ ما عيطوا عليا، ما تصدمت. صدمت اصلا هي ما عيطت عليا، قالت لهم عيطوا لي البابا وما تعيطوش لماما، حيت ماما مريضه، انا عندي الطونسيون عندي السكر، قالت لهم عيطوا البابا وما تعيطوش لماما، ما غنجي انا، حتى عيطت لي الدري الصغير، عيط عليا قال لي اختي راه السبيطار حدا دار باب بزيزوار لوجهها، عاد مشيت انايا. ما هي قالت لي ماما ابسط حاجه عندي كاع ما تجي، حتى انا في الخدمه عارفاني غدا نطيح. انت كنتي خدامه؟ الحمام. لا اله الا الله، الحمد رسول الله. شريكين. ومن بعد ما وصلك الخبر وسمعتي؟ حيتيسير وجيت تلج لي الطاكسي تاع المحمديه. فين كنتي خدامه؟ حيتيسير حدا المحطه ديال ولاد زيان. وجيت المحمديه. ملي جيتي لقيتي الابنه ديالك اكيد في المستشفى؟ كلها عمرها بدمايات. لا، فين لقيتيها؟ في المحمديه، مستشفى ديال مولاي عبد الله بمدينة المحمدية. مدينة المحمدية. نعم. لقيتها كل عام ربد مايات، غايتها في الدمايات.
ما عرفتيش انت المشكل شنو هو، ما عرفتيش شنو واقع، حتى لقيتي بنتك غارقه في الدمايات وجهها مضروب ضربه خطيره. يا اخو الصغير هو اللي قال لي اختي راه الضربات، ما هي قلت بتعيط عليها، قالت لي لا عندي كاع ما تجي ما عنديش بزاف. عاشي قالت لي اشي قمشه مع الدريه ما عنديش شي حاجه. ما بغاوش يخلعوك. واش خلعني حتى عندي الطونسيون السكر هكا واش خلعني. واخا. بنتي سميتك بنتي؟ اكرام ايتيوب. اكرام. اكرام قولي لينا كيفاش بدا هاد المشكل وكيفاش طرا والمسببات ديالو، وعاد قولي لينا اش وقع من بعد ما دخلتي الحصة وخرجتي من الحصة. بدا المشكل في الجروب ديال الواتساب، بداو يعني وصاحب شوية بحال جات متعمدة انها بحال متعمدة انها جبدني، فقلت لها وقفي هادشي راكي حيت كانت كتقول شي كلام فاحش، وقلت لها صافي ما تبقاش تقول لي هكا. وداك درت سيلونس للجروب حيت بقات كتعاير بزاف، درت سيلونس للجروب دازت عندي بريفي بداش كتعاير ثاني، ودرت سيلونس حتى البريفي ديالهم باش ما يبقاوش يطلعوا ليا الميساجات ديالها. صافي قلت انا ماشي شي حاجه زعما، حيت ما عمرني كنت منتظره منها شي حاجه، حيت ديجا قرات معايا حتى في السادس. وصافي مشيت سميشو مشينا للمدرسه الغد لي مع العشرة، ما تلاقيتش معاه، دخلت معايا القسم دوزنا الفرد عادي. حتى كنت فاجئ مع 12 ونص انا هي سبقتني حيد الطابليه وكتسنى فيا خارجه، واصلا ديجا قالت لي في الاوديو واش انا غنخرج غنتسناك عند داك تهربي، انا مع 12 ونص غنتسناك تمايا. انا ما قريتش الاوديوات حتى مشيت عند لي جوندارم. لا كون قريتي دوك الاوديوات كنتي غتردي البال، غتحتاطي، غتعلمي، غديري شي حاجه بحال ما هكا. انا ما رديتش البال الصراحه، ما قلت احسن بلا ما نبقى نجاوب معاها، حيت اصلا هي قالت في واحد الاوديو بلي راني ما تجاوبتش معاها، قالت لي تيمور في ديما كتبقى يدوي في الجروب اوديوات شكل يوم ساكته ومخبيه مورا الكلافي. وصافي قرينا خرجنا بحال هكاك مع الخرجه اللي غنخرج انايا، شدتني من شعري ويد ضربني. صافي ديك الساعه رجعت ديرك كنجري عند الحراسه العامه حيت قدام المؤسسه، صافي كنقول ليها اعتقني اعتقني الحراسه العامه الله يكثر خير، وعيط الاسعاف والمديره هي الله يكثر خير، عيطت الوالديه، الاساتذه وقفوا معايا كانوا كيوقفوا في النزيف، والحمد لله على كل حال. وخمشيت السبيطار وما ما عاملونيش مزيان، بقيت 3 سوايع وانا في نزيف، ولكن الحمد لله حيت بلي الحمد لله. الحمد لله كلمة يعني عندها وقع، الحمد لله على ما قسم الله، الحمد لله على المصاب، الحمد لله على باش تصابينا. لا لا بالنسبة للسبيطار سمعنا على أنها دارت عملية ديال الخياطة الغراز في مولي عبد الله، وقعوا مضاعفات، وعاوتاني ديتوها للعشرين غوش وعاودات الخياطه. ممكن تقولي لنا الحيثيات ديال هذه القضيه كيفاش طرات، وتقولي لنا شحال من غرزه دارت في وجهها؟ بعد دول مولاي عبد الله عطاوها الستاجير، مولاي خيطوا ليها. ستاجير؟ مولاي خيطوا ليها. كيقول لها هما البنات تعاملوا معاه مزيان، وخا الستاجير تعاملوا معاه مزيان، والطبيب كيقول لهم سربيو سربيو سربيو، وبعدوا الغرزات. خلوا بيناتهم ليسباس. بعدو كيقولوا مخلي بيناتهم لي سباس، وبداو كيقولوا لي ديك دي ستاجي، كيقولوا للطبيب كيقول لي راه مسكينه شو دارت لها وشو، كيقول لهم راه باينه دايره لهم شي حاجه، راه ماشي جات وضربتها هكاك. قال لهم قال لهم صافي بدات كدير لي فاصمه، كتقول لي كيقول لهم لا 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 ما تكثروش لها الفاصمه، صافي خيطوا لي بالزربه وصافي. انت كنتي واعيه ما بنجوك ما والو؟ لا تخيت بلا بنج في مولاي عبد الله، وبلي مشيت ل 20 غشت وخدت تبنجت، ولكن حسيت حيت دامت العمليه شي ساعتين بحال هكاك. ساعتين؟ حيت عندها في الضربه الفوقانيه عندي تقريبا شي 42 غرزه. شحال من ضربه عندك شحال؟ عندي ثلاثه، عندي وحده الفوق حدا راسي، وحده في حنكي، وحده يلا بدات بوحده عيني وانا نهربها. حفظك الله من عينك. هي حدا عيني. شحال من غرزه تقريبا عندك؟ ما عرفتش الطوطال كامل. شحال كل بلاصه شحال من غرزه تقريبا؟ ما حسبتش، ما كنقدرش نشوف في المرايه. تقدرش تشوف في المراية فعلا، حنا ملي شفنا الصور ما قدرناش نشوفو مزيان، ما قدرناش نديوها في ديك الضربة الخطيرة. حلول يعني هنا كنعاودو نقولو، واش هاد القاصر اللي قدرات توصل لهاد المرحلة من الإجرام، لأنه إجرام هذا، هادي راه جناية حسب الوضع
وحسب الحالة اللي وصلت لها إكرام في الوجه ديالها من التشويه. حسب ما سمعنا كاين 42 كاين 30 كاين يعني تضارب في عدد الغرزات اللي داروا لها في وجهها، يعني الوجه تشوه واحد الشوهة خطيرة. غنخليو واحد النداء للأم اللي غادا تطلب حق بنتها وغادا تطلب اللي يقدر يساعد بنتها باش ما تبقاش ديك تشويها في الوجه ديالها. لا لا سيدي شنو تقدري تقولي لنا فهذا؟ انا كنطلب بغيت على اللي يعاوني على تجميل بنتي الوجه، كنطلب الدكتور التازي. دكتور التازي دخل ليا الى يشوف على الدريه اللي تخسر لها وجهها. وبالنسبه لحقها بالنسبه للمخزن شنو كتقولي لهم؟ كنتمنى ياخذ حقها باش ما تاخذش دريه اخرى بحالها ولا دري ولا شي حاجه اخرى، حيت هذيك ما دارت هذه غدير لدريه اخرى. يعني غتولي عندها عاده ولف عاده، غتقول لك كيما ما تشديتش هذه غنشد حتى وحده اخرى غيوقع لها هذا الشيء وما غتشدش. نعم حنا كنحمي بنتي ونحمي ولاد الناس اخرين. نعم هذا الشيء اللي كاين. اكرام بنتي حنا عارفين بالك مألمة، عارفين على ان الوضع ماشي سهل، عارفين بانك انت غادت يعني غتأثري من هذا المصاب اللي وقع لك، ولكن غنقولوا لك قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وكل واحد دار شي فعله ماشي هي هذيك غادي يلقى الجزاء ديالو. انت دابا ما غاديش نتكلموا على الاحساس ديالك لان احنا حاسين بالاحساس ديالك. نداء ديالك بنتي، نداءك للمحسنين بالاخص الاطباء ديال التجميل، شنو غيكون النداء ديالك اليوم؟ عافاكم عاونوني حيتاش انايا مازال يلاه بادية في المسيرة ديالي، مازال باغا نقرا، نفترض انني كملت قرايتي شكون اللي غيخدمني بهذا الوجه وبهذا المجتمع اللي ما كيرحمش، اللي كيحكم من المظاهر، اللي كيقول ان راه غير غيشوفنا غيقول هذه راه شمكارة، هذه راه شحم حاجة. كنطالب الله يجازيكم بخير، عافاكم لما تشوفوا بالحالة ديالي وعالجوا لي وجهي، حيت راه تشويها خطيرة بزاف اللي وصلت بها الضربة حتى للعرق، وكنطالب حتى بحقي من ناحية القانون، حيت الدرية راه باقا ما مشتوتهاش، مضروبة من نهار الأربعاء وباقا الدرية عندها الحرية ديالها، وأنا هادشي أثر فيا نفسانيا وعاطفيا وماديا، لأن الوالدة ديالي راه تقريبا من نهار تضرب شي غادا في الخسران. انا كنحس دابا براسي انني عاره على والديا اللي جبت لهم هادشي وجبت لهم بزاف ديال الحوايج اللي اثروا فيهم وخلاهم يوصلوا لهذا المواصل اللي لحد الان بقي ما مستوعبناش ان هادشي راه طالينا ولا غيطرينا من بعد. كنطالب بحقي، كنطالب بالمحسنين يتعاونوا معايا باش نتقاد لي وجهي، كنطالب بالسلطات الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، خذوا لي حقي، خذوا لي حقي، راني مألمة، خذوا لي حقي، راه قربت تجيني شي جلطة ولا شي سكتة قلبية، خذوا لي حقي، خذوا لي حقي، راني اللي في جهدي درتو، خذوا لي حقي، الله يجازيكم بخير، عافاكم، هذا هو النداء للسلطات. عافاكم، الله يجازيكم بخير، نداء المكلومة الأم، ونداء المجروحة الإبنة إكرام. إكرام اللي تعرضت لهاد الحالة هذه من قاصر ما عندها عقل، ولكن شنو ذنبها اللي غادا تحمل هاد الشارة اللي هي شارة كتعد عبء على المجتمع، المجتمع لا يرحم. غدا وبتغدا وغدا تكبر إكرام وغتوصل واحد العمر غادي خصها تخدم، خصها تزوج، غادي خصها تستقر، ولكن بالحالة هاته غادي يولي كيف ما قالت هي بفمها نيت وبنفسها غتولي سميتها شمكارة. نتمنوا على ان المحسنين اطباء ديال التجميل، كبار اطباء التجميل ولما لا، يحسبوها كصدقة لهاد الطفلة اللي كتسنى مستقبل وكتسنى امل في المستقبل القادم واللي تعرضات لهاد الجريمة، الجريمة ديال تشويه الوجه. نتمنى على أنهم يكونوا رؤفاء، يكونوا حنان، يكون قلبهم على هاد البنت هادي إكرام. لما لا تنقضوها، لما لا
تعالجوها، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونقول لكم إلى اللقاء في مباشر آخر وفي موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.